وين اسمها ما اسحاب تيدا سيتين طبعا في ديوغي ان مان تسوكري ان اتشوا بي شانل عربة ونمان سوري يحكي تغان يفلسطين سكترا مغدش يمرك تغان وحي اركيين ضدك سوري ضاء وكسوق حي فروم دمشق تو مغدشو مركي وحي لرادة شانل كودا بلينكس يعني مسلمين كلوات بهايستان اوكي مركي كهد ليين سوري ضو سوق حي وحي عليه كسو الدرين وحكم ضاها إني كهد ليين تاريخ ذا صوماليا تاريخ الصومالية أو يعني هي كومنتية كله على ما كله كحد لين وربا إن دكتك نكوب فلانقيه فيديو كرويدي صور بجاية سوي بها وكم فيديو حلوين وإرادة لكن قف بور الصومالية وين بريستا مركا نين كان إلى نص ساعة تقريبا نص ساعة كم بضم ويا صور كلي يوم هي الصومالي وقلي حافظها حمروين يميلها سو هذا I think حمر تشا مركو وحو قابل ضد صومالي لكن أصل كذا صومالي أحيين ويوسي أوليهين وضيال بيهايين وكوشي رميشة طيب ضد كس مركا محو أصل كاقاتي وشيغين about تاريخ المجال دي تاريخ الصومالي ده وضيق أنا أقول مرسيلينا وعليكم السلام فرصة سعيدة ما شاء الله جميل جدا تشرفنا أشرف لي يعني أهلين تفضلوا نحن جدودي وصلوا من اليمن من العراق ومن اليمن وتزوجنا واختلطنا مع الصوماليين وطلع هذا اللون الذي تراه اليوم في هناك بعض العرب حافظوا على بشرتهم يعني ولكن الحمد لله أما جدودي اختلطوا مع الزنوج ومع الصوماليين وضيح ملكم وضيح وقع وحوي هذا لب ضم بوشيقي يعني هذا لا أصله خلافه وحويري أصلها محكي من العراق أصلها محكي من اليمن أصلها محكي من جزر القمر وصطح وضم بوشيقي وحيري هاد لونا أنا جو يعني كلر كي يعني حكوا عن ساس مو أحيان ومن عرب وأها سو وحيري وحي نقول شذي صومالي ذا سو ذات شوية ما أنت كلر كا ولا هي لكن وحي ترتا ضد كلا أص وعربة وكلر كودي يسكين كودي حفتي أنا لي ابن اسمه عنتر أمين عقيل أصغر من نصر أمين ويعيش في كندا في تورونتو ومحامي ومتزوج وله طفلين درس القانون وأصبح محامي عندما سميته بعنتر لأنه طلع أسوأ أخذ يعني بشرة والدتي طلع أسوأ 100% وسميته عنتر حتى يكون فخورا بذلك العنتر الذي كان أشجع وأكبر شاعر في ذلك الوقت طبعا إنتان وإنت أقولنا حد إنت بضن كنتو سيسا صوماليا ميشي صعطو يو تي في ذا عربتاح وحيالا هدي كدب وان طال ايمادو لقران دورو هلكان وضيقا وحوليه هاي انيقو وحا ايد لشي ويل او ادو مدو رحولة هو يدي سوراعي سلامة الصومالية دا وقبائل كتلالات ايقو كل إسان صومالي قبائل كباديها كتلالات ايوية اساقو نوو عرب اسالة فويل كرحوشة للاي وحي روحان كندو تشوغا او اللوير ارانو ديترز كالوكا هادلي وحان او بحشي عنترا سيدو أم نقضو جيسي سيدو نينك أمغع أغدري أو عنترا أوكي سومالي هو إز عنترا عنترا وايو عنترا بشدات مركا وحو أها إقبيات جاهلية شعراء الجاهلية تذكو ذكو عراوة كل شيء قصد سوى قرنغان مركو ويديس هو أدون حبشي يلا أدون أبيهي سنوان لين عربة فأسوكو أبيهي سمركا شان نسل كمسين ولا يسي تشري وحو أرى تشري آريقة أوكي حتى قيلك ما أحين مر مركي قبيل كالوسو الدولي عرب كالوسو الدولي بويل كاس ودقال قلي وكاد كالي وعيري نوانكي after that با نسب كالسيي نين مركي قبيال ونقضي جيسية لكن وقضون وحتى ميب روايات بوحي تراضا نينك حتى ناق عربة ولود دي دين الكورسو okay. لكن ستيل وان مركي ايو مركي في المكة السمايان وحكسب نقوف مذوبي كينا اوكي وفكانا so how come قبائل كالصومالي دا يعني غير كراعة وأضامه. أنا مفهمت قصة ما شاء الله صعدة. في بلاد العرب المزية. قبل أن نصل من اليمن أتينا من جزر القمر. أمضينا هناك تقريبا 700 سنة. وبعدها وصل إلى هنا لكي ينشر الإسلام. نحن من سلالة ذلك السيد ولقبه جمل وليس جمل. وحيانا ملك قصة الكحوية إنه إيفون بحال ليه هالكلام إنه أن يمن أوري يمن أنتم كإما جزر القمر بالصومري. جزر القمر أتكلم ليش جزر القمر إن ما لها حدودها
ساوث افريقيا ملا موزمبيق جزر القمر مركه تدور بقول صار يتشوقين هدوا يا مادين حيبها الصوماليا ودين لك يعني واسوق الساده يعني اشراف في دتك هاي اوكي تدور بقول صار حق لقوم قناه حقنا هلك ورجو ذاتس مينينج هذه اللي دي تسلم تمام تو يكون افضل بقول شريف فرتن وحكيت تطوب بقول واسكت تطوب بقول تطوب بقول شريف فرتن يعني which means وحي ما دين كل سطح بقول إن يعني قرنيي أفرت براد maybe واجس أشوفهم بعد شو كتير التي تسمى بندو هي التي استضافتنا في هذا البلد واعتبرونا كوننا كسادة احترام أولي وحا يسول بيه قبيل كليرا هذو بندو I don't know in مقدش I think so ساسنا والله واحترامي هلو انا واحد شوقي ماشي كوا عمود اللي يراهدو يمانا هلو ايجا علشان دقال بار لعي وين منك وشو يسي long story هلو انا دقال بار لعي بين بندو عمودي علشان ليش انا منك وشو يسي سادد اشرف تا نوغو هرمار يسي هلو دقال حتى في دي واحد كتشرا انو نمنك ماليسي حكومة ما ادري سنيهين سكون سابيهين في دي واحد حلالي هاي انقا اصلا اتتك كلانا وفروع أما يعني not the original just copy بعضها هذا الصومالي تها طبعا هذا الكابلوت ترجمية نينك حلي سوريا حساسية عرقية ترى يعني إثنك أهان بحساسية ترتا بين نمنك عربتها أسوق عربتها يو قبائل الصومالية الأفريقية أدو أفريكان بالغطي أدو أزلونك أز أتعرب شيئا أفريكان بعضها قضية على أوفا نسم ولولو ترجمية ضد كان حتى عربي ما يقانان ولو ترجمية وحول لي هاي الصومالي ده اتراد الدون باكو إماضي لكن كل جين دون باكو إماضي يعني أنا جالس الصومالي الدون باكو إماضي لكن كان صومالي بقول نقضي بيكوس ضد مذوب يعني وين مذوب بعدين شركو دي بس بدري أنا جالس في شركي جسمة بدرين مرك أنك أورجينالا بيكوس ممل من كان وح مذوب هذا أصل أفريقيا وح لجرنا الأوجراي سو مذوب هذا سو مرك أصل كمان نقوم يقارد علشان ضد مذوب بدكين information كهل كان كتير راح ويا حمروين واحد لو جبح شيء بكوس حمير العرب بالكين عرب حمير ميشن في الذي وحكومي شرتي for that's why أيلا أنا أجوه الرئي واحد جاي من اليمن عمان جسيا عرب طولا نمن كان إسكار شذي نمن إيرانية أيلا لأن أسمح من فلانقينية مقع مقدشو إن تها مقع إيرانية ومقع إذا مقهشة أوكي زي حيري حافظة أجوه الرئينا عرب إيران بنصي واحد شو جمر وحي هيتسك هذا يعني قفنا الدقنين من كان أقول لي هاي وحا هاي أولاد شيخ صوف يعني هذا عربي يتشبع الواحد عارفين بالفيديو لن تتكوها لي عربي يتشبع وي عربي صحة لو ما هضليه وعربي اللي سكوه قصبي المشيخ صوفي عراق باك إيمت كونسرة شاشي بقى هاي بوير أفعد وش هكتاي وح وقصر بضن محيط هاي إنه يراهدان نمن كسوري ضاقه وحي قرسانيان قبل الصومالية أو أصل كأوياش وضع أهدد كسو يميد تسيرة عرب تهجرات ويميد أوكي هذا الكاس محال لقو وضع هذا الكاس هو هذا العنصرية ووحال لقو وضع إنه قف كان هدو قرسو قبل الصومالية مقرسنو قبل أفريكانا وحال قرسنو قبل عربة والله قرانا يو عشان سيء وقل مطو نين كان عربكا مير كالوور لقمالي صاحبيا ساسوي تفسير كذا أنا منك السؤال هاي بصوت لعين بضم باكر حرت النمبر ون قف تضبق رنيتشوغا كون سنتشوغا يعني تضبق قول سنو كون سنو سيكون لعضي إلى وقت جاس يعني إلى حد إكال العصادة إنو صومالي أحين إنو مثلا كو أكتر سنة عراق إيران حتى إيران قف إلى هذا الشيء كتير مالي بضم كنت والس غرر يا وحل الشيقان يا عراق يمن عمان ميلاهاس أوكي حتى وحل غفان يا نمنك ماليسي حكومة أو تشينيس كا والضمان هذا for example تركيا وش يدين أول كان أصل أهان بيزنطة لهيد يعني تذكر الروماني غريق وي تركيا عمر وضع انتوي عثمانيين تا ولح بقول صنع حوغا ولح قرني أوكي لح قرني هدي تهاي أيوة أول كان مركز سيكو ياشين أول كان مركز أيوة أصلا هاي كيكي مالي ما يكري كسو يجرونين ما أنت مقف تركيا أرانيا أنا وحن شوي تضوب بقول صنع وحن شوي تضوب قرني أنا وتركي ما هي قف كم سنة شوي سير صومالك وأهين ثانياً ريبورت كلف تركي ساعة من سوريا بقص حتى تاريخ الصومال كل شيء واحد كتير في فيديو إنه عماني ما ماشان حكومي أوكي ماشان عماني حكوم طيمالا إيفن هذي دتك الصومالية أوكيهين بقص أما جوا حتى قصر يقولين كل حين ميلها زنجبار يا تنزانيا كينيا لوركاس مالندي إلى صوفا الصومالي يقولي قصر أي كل هذا أوكي
نمنك سلاطين تعمان هاد كور وأني شيء صوروه ولا قرشاه وأنا من كان نمن كان ويا نمن كل ولاية هاي صومالي ويا حكومين اللي وحسن وحكي ترى مرة بالدليل كل شيء تاريخيا وعلى هيا فإذا تذكرت وحاوية إنه ضد صومالية بوحد ضد كان عرب توحي كذا عينيان إنه هذيك هذا عرب تهاي أفريكان ما ضو إيمانه وحد تمد لول وعربي لهان شري وقصتي وقف أفريكان وكسو الدولي أنا ما فهمت المصيبة ما يشتغل صعبة يعني أنا أصل أهل لو كان ملي هدوية ملي هد مالك ولا قرانا يباكتي من حتى فيديو قمت بكتير ولا حبشي كي مالين فيديو أيضا كامل وضعون كرتان أو يوتيوب كود أنت عربي قتقانا أنت عربي أقول شان الله هلا قصو ترجمه أنت يقاعدن دولة الصومالية ماضي لو كان يا إسكالي وزارة إعلامك أم وزارة الصحافة وحن سيقولوا سعون ويدي سيقف انتو ربورتاج قاطع وحضوبة وفافية شانالة وضد ملايين الدوضان عاصمة الصومالية سيدي اسكوغو هايسان كران عرب يو برتقيس يو محوا فارسي صومالي قونا وحبان وكل حين سيه يعني اوقال ميسار يعني نقطو عاصمة في يوتر كصومالي ده